أهلا بكم في موجز لأهم أخبار الكومبيس. عدد الانفجارات في السويد يزداد خلال الفترة من بداية العام الحالي 2019 ولغاية الآن قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي 2018. مسح قام به راديو إيكوتا السويدي أفاد أن هذه الزيادة لا تشمل فقط المنطقة الجنوبية التي تقع فيها مالمو، وإنما العديد من مناطق السويد الأخرى. الشرطة في مدينة يوتوبوري تقرر استخدام كاميرات المراقبة في شارع أفنن ومحيطه في محاولة منها لتقليل عمليات السلب أثناء فترة الأعياد. العمل بهذا المشروع سوف يبدأ ابتداء من منتصف تشرين الثاني نوفمبر الحالي ولمدة 3 أشهر. عدد من أبناء الجالية العراقية في مدينة يوتوبوري ينظمون وقف التضامن مع الاحتجاجات في العراق وسط المدينة. الوقفة حضرها رئيس حزب اليسار السويدي يوناس خوستد وعضو البرلمان السويدي عن حزب اليسار هوكانز فينلينغ. التلفزيون السويدي SVT يبث الليلة الماضية تقريرا مصورا من العاصمة اللبنانية بيروت يتناول الاحتجاجات المستمرة في لبنان والعراق ضد إساءة استخدام السلطة والفساد. مراسلة التلفزيون ستينا بولميغرين ذكرت أن المتظاهرين الذين يقودهم الشباب في البلدان يطالبون بنظام سياسي جديد ورحيل الساسة الذين ظلوا في السلطة لعدة عقود. استينا نقلت عن بعض المحللين قولهم أن ما نراه اليوم هو ربيع عربي جديد. تنظم مكتبة مدينة نورشوبينغ يومي 8 و9 نوفمبر تشرين الثاني الجاري معرض الكتاب العربي الأول بمشاركة عدد من دور النشر العربية المختصة بتسويق المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، إضافة إلى إصدارات مختلفة من القصص والروايات وأدب الطفل. المعرض يتضمن عرض لوحات للفنان التشكيلي العراقي خليل خزعل ومحاضرة تحت عنوان اللغة الأم فائدة أم عبء.